الخير لكل تابعونا الان في فقره الرياضه مع صديقي الكوتش احمد الخياصات. اليوم راح نعطيكم ميكس مارشال ارتس، تمرين فنون قتاليه متنوعه على شكل تمرين كارديو. جاهز احمد؟ يس. بدنا ميوزك، نرجع نعيدها من اول على اساس نبلش. هلا احنا راح نلعب برجل وانتم تكونوا بعكسها زي كانكم تلعبوا على مراي. اوكي، احنا رجلنا اليسار، انتم رجلكم اليمين. هلا وضعيتي الجارد، راح نبدا بالبوكسينج بعدين نغير للمارشال ارتس الثانيه. ميوزك، ليتس جو. لما بدنا نوقف نحط رجل قدام، نخلي وزننا اغلبه مايل على الرجل اللي قدام والرجل اللي وراه، الكعب شوي مرفوع والايدين جنب الوجه. نعمل 1 2 1 2 1 2، جاب كروس جود. هلا الايد الاماميه لحالها نعين تقريبا على الوجه بشكل عام، منطقة النوز أو التم. 1 2، زي ما احنا شايفين الروتيشن اللي بصير بالرسغ. جود. هلا بنعمل 1 1 2 1 1 2. جود. واحدة يمين واحدة يمين يسار. جود. جاب جاب كروس جاب جاب كروس. دول خفيفين، نزيد رينج اوف موشن. اذا نطلع على حركه الحوض كيف بلف والركبه كيف تنزل لتحت، هذا اهم شيء عشان نوصل للتارجت. فيري جود. نرجع للجار بشكل سريع، نغير الحركه ابر كات تحت منطقه الدقن، ضم الكوع ضم الفست على الوجه عشان نضل حامين حالنا. راح نعمل كومبو بسيط، ابر هوك 1 2 3. لازم الجسم يضل فليكسبل وهو على الارض، تنتين تحت فك، واحده على جنب الوجه، نرفع الكعب نلف الحوض. الجهه الثانيه نعمل جاب جاب كروس. جاب 1 1 2 1 1 2. ممكن نستخدم نفسنا كمان. جود. ما ننسى على طول نرجع للجار جيب ليفل، نفتحها لتقريبا ان يتاثر. 1 1 2. نتخيل انه في حدا بيقربنا حاط لنا الباد قدامنا. افكت كمان مره، ليتس جو. خلي خفيف ركبتين، ننزل لتحت نطلع لفوق، يعني الحركه عموديه. نرجع 1 1 1 1. عندنا الكومبو 1 2 3. روتيشن، اذا بتطلعوا على مناطق الرجلين عندنا بتحسوا انه الكعاب ترفع والجذع كامل بلف. كيف نحول للسايد 4 3 2. على الجهه الثانيه نفس الشيء 1 2 3. بتطلع على التارجت. جود. هلا بنغير الكومبو، بنعمل 3 2 1. تنتين اوت 1 2 3. 1 2. اوبشن نعمل 1 سكوات، اذا ما بنقدر ننط. فيري جود. هذا ليفل 1، ممكن نزيد ليفل 2 نوسع ونزل اكثر. جود. اوت اوت. خلي الانفاق لبرا، ركب لبرا، سمو كير. لاست وان هولد، ونضل على الواي رايت. ركبه يمين 3 2 1. سويتش على اليسار 1 2 3. حولنا للكيك بوكسينج هلا. جود. زي ما شايفين بننزل المشط لتحت، نرفع الكعب، ناخذ الحوض لقدام عشان الركبه تيجي على منطقه البطن اذا انا كنت ماسك. 1. هلا بنزيد حركه 1 knee 1 kick 1 knee. بنعيد 2 kick 2. نعملها بشكل بسيط، ممكن لتحت عشان اضل عامل كنترول او برفع شوي. ليفل 2 بنزيدها مع جمب خفيف. ليتس جو 1 2 3. ننظم نفسنا. جود. كمان مرة. هلا نحول على السايد كيك. هنا سويتش. حركة بسيطة. على الجهة الثانية. نايس. كعب لفوق. نلف لتحت. بنلف كامل جسم. نرجع لنفس الكومبو. 2 1 2 3.
مظبوط حركة الجزئين ها ستيب ستيب 1 2 3 من ريكتر بالليبي 2 جاك جاك 1 2 3 جاك واسحب اضرب واسحب كما مرة يس last one good oh sit up نحاول التايت وان بشوي كما مرة جيد نرفع رجل ونتعب على نفس الليبل جني لورا عشان نرفع أكثر نعمل كيك نرجع one step kick one step جيد الجهة اللي بيضرب فيها طبعا عظمة الساق أو تحت عند الشبن جيد بنغير back kick one نرجع للسك لكن عادي هات سكوات فتطلع فوق الكتف 1 2 من عين بعد الرجل عن منطقة البطن سويت جهة ثانية من بلد باكين نرفع ركب الكعب لخط مستقيم جميل لورا لك هول 1 more كيك يستد 1 2 good 3 لازم نلف الحوض مع الكيك نايس keep going لازم نركز هلا نرجع 1 2 good 3 ونزيد 5 4 3 2 1 more kick نحول تمارين من الأرض إيدينا على الأرض تحت الكتاف نرفع الركب لوضعية البلانك نعمل ستيب نرجع ستيب تانية وبنرجع نضل نكمل زي ما احنا ملاحظين الركبة كلوز غريب كتير من الكتف هلا بنعمل حركة بسيطة ممكن ننزل الركبة نعمل روتيشن أو نخلي ركبة مرفوعة على حسب ما في مشكلة ستيب روتيت 1 and 2 هلا بنحول نعمل جارد سويتش هولد جارد نرجع للبلانك تمرين طبعا هو لكل الجسم بالأخص منطقة الكوع داون بلانك نرجع نخلي جسمي كامل مستقيم كتاف دورة نايس ما ننسى الركبة قريبة من الكتف بشكل كبير نايس 1 2 1 2 آخر واحدة وضل تحت ماونتن رانينج جاب 1 2 1 2 نسميه هذا نسميه ماونتن رانينج إذا صعب ممكن ننزل الركبة نعمله بالشكل هذا good hold relax آخر فك نفس البوزيشن ايدينا تحت كتافنا الكتاف لورا راجع 1 2 other side good بنكمل صدر مرفوع حوض مرفوع الايدين نحس الوزن عليهم هلا بنعمل الكومبو الثاني تبه علينا ناخذ ستيب روتيت وبرجع 1 2 ممكن هذا الايزي في عنا الثاني اللي هو الادفانس شوي جود اخر واحدة نعمل جارد نايس جمعة 1 2 3 وبرجع 1 2 3 آخر واحدة نايس نرجع لرانينج داون ظل ثابتين جو 1 2 1 2 حاول الركب توصل تحت البطن الحوض لتحت الركب قريبة على الأرض نغير بوزيشن ايدين واسعين ننزل فرشة 1 2 1 2 آخر ثواني يس آخر ثواني 8 7
six, five, four, three, two, hold. Very good. يعطيك العافية كوتش أحمد، يعطيكم أنتم ألف ألف عافية، شوفكم الأسبوع الجاي. شكرا لك، شكرا للمتابعة، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.